أهم الصفقات الأوروبية لكبار الدوري السعودي. أعلن قبل قليل نادي أهلي جدة تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب المقدوني إزيان أريوسكي قادما من صفوف نادي ليدز يونايتد الإنجليزي دون الكشف عن باقي التفاصيل. وتعتبر هذه هي الصفقة الأجنبية الرابعة لنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع كيلان من دان كلير، باولينيو، أريوسكي، برادريتش. هو نفس عدد صفقات نادي النصر الذي أنهى اتفاقه مع لاعبيه خلال سوق الانتقالات الحالية وهم فونس موري وأبو بكر تاليسكا ماشاريبوف. وعلى خلاف المعتاد فإن نادي اتحاد جدة قد أبرم صفقة واحدة بتعاقده مع كورنادو من الشارقة، ونادي الشباب تعاقد مع ديباول باولينيو، فيما تعاقد الهلال مع ماريغا من بورتو.